ثلاث سنين وشوي رح نكفي الاربع سنين هون، يعني مر علينا اربع رمضانات هون، هي انا وابو الاولاد والاولاد كلها مشاربه يا بنتي، ناس التركيه ناس بلبنان، حدا بيضايقنا بس يا رب بيدعوا لنا وبيعطوني خبز من خبزاتهم بيعطوني وبيدعوا لنا وبيقولوا لي الله يجمعك انت والاولاد ولاد تجتمعوا وترجعوا لبلادكم، وفي ناس وحشين يعلقوا فيهم ويقولوا لي روح جيبي العيش من عند بشار. ابو الاولاد ما في يطلع عاجز درج كان درجه ومطلع لانه ارضي، والحجه وجع قلب علينا، هي بدها 650 بس حرام وجع قلب علينا. قلت لها بتعرفي انت الحاله يا حجه؟ قال بعرف. قامت والله عطتنا اياه ب 500 وحرام لا دفعنا لا حق ميه ولا حق كهرباء. يا بنتي ما في البلكه. قبل ما نجي على مصر اخذوا النظام بشار لما الضيعه كلها وصلبوه عزبوه انجرب جرب ولادي، ما قلنا حدا الا الله، الله دخيله حتى ولادي ما عم نشوفه. وبيقول لي اقول ولادي يا ربي بموت لما اشوف هالولاد وضمهم وضمهم وبوسم وشوفهم. هذا بقلبه يا بنتي لانه انا عندي هذا عاجز ما فيني عم بتركه لمحه. وانا ماني سال كمان معي الفقره تعباني بس في ظهري والكركيب بيوجعوني وانا عم باخذ دواء كمان عم بروح على الدكتور انا وياه. كل شهر براجع الدكتور هون من نشفى المفتسكان مش بيقولوا كل شهر بيقول لي راجعيني عند دكتور اسمه دكتور جمال. والله وركض ركض قدام هالختيار ما فيني اتركه. الحمد لله وعارف انه كنا بسوريا الله يعطينا. الحمد لله والله يا بنتي كنت انا حن على الغربان بسوريا والله انا حن على الغربان حن بالمصاري حن بالثياب حن بالليمون حن بالرمان حن من جميع حن بالمصاري بالكل والحمد لله جينا على اساس شهر شهرين يعني انه ما فكرنا الشهر تتطور كان طول وراح البعض ولا جبنا غيارين ثياب ما لها شيء حتى هالعمل مانع يعني هذا بيعطينا عباية هذا بيعطينا جاكيت هذا بيعطينا كذا الله يحن عليك وعلي هلا امشي هلا بتمنى امشي والله العظيم قلبي محروق هسه الختيار كسر عليها وكسر عليها الله لا يموتني ما بضم على الاولاد وشوفها وبوسها وموت بسوريا روح موت بسوريا ان شاء الله موت خذيني على سوريا ان شاء الله موت ان شاء الله ما صرتي موت ان شاء الله الله بيفرجها ونرجع لبلادنا ان شاء الله ان شاء الله بنرجع لبلادنا ومنصير مثل ما كنا وأحسن إن شاء الله.